هذه العملية اللي قمنا بها اليوم هي واحد العملية ديال التكفل النفسي للأطفال ضحايا ديال البيدوفيل ديال الجديدة، بالتنسيق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومع مندوبية نفس مع المديرية الجهوية لنفس الوزارة بجهة دار البيضاء 16 ومع المندوبية ديال نفس الوزارة على المستوى ديال عملية السد البرنوصي، وبالتنسيق مع عمله مقاطعه السيد البرنوصي. الهدف من هذه العمليه هو اننا هاد الاطفال تكفلوا فيهم بهم نفسيا، ونحاولوا اننا نحاربوا التبعات النفسيه لهذا الاجرام اللي تمارس في حقهم من طرف هذا البيدوفيل، واللي بين انهم خلف لهم واحد الصدمه، لا صدمه لهم، لا صدمه لعائلتهم، لا صدمه للمجتمع اللي دارين بهم. وهذه الصدمه هذه ما غاديش تزول دابا، لانها غتبقى الى حبست عند الدري وما بقاتش غتبقى عند والديه، الى حبسنا عند والديه غتبقى عند المجتمع ديما غيذكروه. وهذا هنا فين حنا خصنا نكونوا نلعبوا الدور ديالنا كمجتمع مدني وكمنظمه ما تبقيش ولدي اللي كتعمل على هذا ان نحميو الاطفال ديالنا من هذه المشاكل هذو. اول ما توصلنا بهذا الملف، اول حاجه ان المكتب الوطني قام بالاجراءات القانونيه ديالو، لانه قام بعد تطوع واحد المحامي الاستاذ هشام حرتون له جزيل الشكر، تطوع يعني بالمجان من اجل تبني هذا الملف، وتنصب كطرف مدني كيمثل كممثل لمنظمه ما تقيش ولدي وكممثل لاحد الضحايا ديال هذا المجرم هذا. ومن جانب اخر قمنا بالتنسيق مع السيد وزير الصحه والحمايه الاجتماعيه من اجل اننا نخلقوا واحد العمليه ديال التكفل النفسي للاطفال مستعجل باش انهم يتجاوزوا هذه التبعات النفسيه ديال هذا الاجرام. وبالفعل داكشي اللي كانت واحد التجاوب ايجابي من طرف معالي الوزير ومن طرف السيد المدير الجهوي لوزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه بجهه دار البيضاء 16، وكان واحد التنسيق مزيان وفي المستوى مع كل من السيد المندوب ديال وزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه بمندوبيه السيد البرنوصي، ومع السيد رئيس مصلحه شبكات المؤسسات الصحيه الاساسيه بنفس المندوبيه. الحمد لله بالنسبه للملف راه واخذ المجال ديالو والمزرعه ديالو في القضاء، وان شاء الله الجلسه القادمه ان شاء الله تكون ان شاء الله نهار 20 في هذا الشهر هذا باذن الله، والامور ان شاء الله كانت يعني غدا من حسن الى احسن. حنا كنثقوا في القضاء ديالنا وكنثقوا في الامن ديالنا، والامور بالنسبه للمواكبه راه غادا عندنا ان شاء الله هذه الجمعه هذه، وان شاء الله الجمعه الجايه ان شاء الله لو 22 ان شاء الله عندنا عاوتاني ان شاء الله الحصه الثانيه بالنسبه للوليدات، واللي غتكون الامور ديالو كتستعصي ان شاء الله غادي اللي كاين عندنا الخطه على المدى القريب والمدى البعيد. يعني هاد الوليدات هادو وليداتنا، وهذا واجب ديالنا، هذا واجب وطني قبل ما تكون منظمه، هذا واجب وطني، وخصنا كلنا نضافر الجهود ونعملوا هذا العمل هذا. جينا اليوم من اجل الفحص الطبي النفسي على الاطفال ضحايا الاعتداء الجنسي بالمخيم الصيفي ديال مدينه الجديده. دونك اول حاجه كاطباء نفسيين كنقوموا بها هي اننا كنحاولوا اننا اون ديكولبابيليز الطفل، واننا كنعاودوا نعطيوه الدور ديال الضحيه، حيتاش في غالب الاحيان خصوصا بالنسبه للاطفال كيكون الطفل كيشعر بواحد النوع من الذنب، وانه هو ما قدرش انه يوقف هذاك الاعتداء بواحد الطريقه، او لانه يقول هذاك انه يقول لا للمعتدي. كتكون صعيبه هذه القضيه على الاطفال، خصوصا فاش كيكون المعتدي واحد الشخص اللي هو قريب من الوسط ديالو، يقدر يكون شخص من العائله او اللي يكون فرد اللي هو قريب ليه. الحاله النفسيه ديال الاطفال اللي شفنا اليوم نقدروا نقولوا انها نوعا ما مستقره، ولكن مازال محتاجه لواحد التتبع النفسي، لانه مازال كاين اعراض يقدروا يبانوا، ما كيبانوش دابا ولكن يقدروا يبانوا من بعد. ونوعا ما حتى الظروف اللي كاينه انه وقعات واحد لا ريباراسيون جوديسيير، ان هذاك المعتدي انه الان في السجن، وان الاطفال خداو حقهم من هذاك المعتدي. هذا ايضا شي حاجه اللي تتعاون على لا ريباراسيون جوديسيير، تتعاون على الاستقرار ديال الحاله النفسيه ديال الاطفال.
التوصية اللي كنبغيو نقولوا اليوم والميساج قبل الميساج تنبغيو نوصلوا هو بالدرجة الأولى نتوجه لأولياء الأمور ديال هاد ديال الأطفال ديال الأطفال كاملين ديال المغرب كامل أننا كنبغيو نقولوا اليوم أنه ضروري في التربية ديال الطفل ديالنا أننا خاصنا نعودوه أنه تنربيوه على الحرمة ولا لا سكراليتي ديال لو كور على أن الجسد ديالو ملكه وأنه ما عندي شي واحد الحق أنه يقيسه إلا هو ما بغاش واخا يكون شخص مقرب من العائلة ديالو واخا يكون شخص من المحيط ديالو قريب ليه بزاف الوغ هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه انه في حاله ان شي واحد قلقوا او لا يعني دار واحد التصرف اللي هو برزه الطفل خاصو يحس بالامان سوفيزامون باش انه يجي لسكون فيه واحد الشخص البالغ اللي كيكون كيثق فيه يقدر يكون الاب ديالو الام ديالو فرد من الاخوات ديالو معلم في المدرسه مدرب ديال الرياضه ايتترا دونك il faut mettre l'enfant assez à l'aise باش انه يجي il rapporte هذاك الاعتداء الجنسي اللي تعرض ليه كيف ما كان النوع ديالو اعتداء جنسي لفظي جسدي كيف ما كان النوع. الامور المهمه اللي كيخصنا نركزوا عليها في هذه الحالات هو اننا نطمئنوا الطفل يعني خاصنا نغاسوريه نقولوا ليه ان عادي انه يحس بمجموعه من المشاعر اللي هما سلبيه كالقلق كالخوف كالغضب ونطمئنوا كذلك انه ماشي بوحده اللي ممكن يكون عرضه لهذا الشيء يعني كاينين اطفال اخرين وناس اخرين اللي يقدروا يكونوا في نفس الموقف في نفس الاطار يعني سقطوا في الحالات اللي كيقدر يكون يعني شي حاجه عامه ما خصناش نشهروا يعني بهاد الاطفال او نشروا الصور ديالهم وداكشي لان هادشي غيزيد من المضاعفات ديال يعني الاضطراب ديال الحاله النفسيه ديالهم. من واجبنا كاخصائيين نفسيين اننا نوعيو او ننصحوا اولياء الامور خاصه ولا اي مسؤولين على الاطفال اننا نلاحظوا الاطفال ديالنا في وجود اي يعني اختلاف في الحركه اللي كيديروا او ظهور شي حاجه جديده كاضطرابات في النوم او اضطرابات في الاكل اضطرابات يعني ديال كتبه ولا ارادي او اي حاجه خاص تثير انتباه ديالنا لوجود مثلا اعتداء جنسي وكذلك خاص نربطوا يعني علاقه وطيده مع الاطفال ديالنا باش يكونوا قادرين على انهم يقولوا لنا اي حاجه بسيطه تعرضوا ليها باش ما يكونش يعني يحتل من بعد عاد نسيقوا الخبر يعني في الوقت المناسب نسيقوا الخبر باش تكون تغطيه نفسيه ملائمه.